سؤال الأخير شخصي تقريبا يقول: إنني أرى في منامي أحلاما مزعجة، رغم أني أحيانا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن لم أستفد حتى الآن، فما توجيه الشيخ هذا؟ توجيه هذا موجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أن يقرأ عند النوم، يقرأ قبل نومه إذا أوى إلى فراشه، أن يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، أي أنه إذا قرأها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وإن قرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين فذلك زيادة خير. كذلك يدعو بالدعاء: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك، لا لجا ولا منجا ولا منتج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا قرأ هذه الآيات وهذه السور ودعا بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يمنعه من الشيطان ولا يكون له عليه سبيل. طيب.